أخيرا وبعد 9 أيام القبض على قاتل الطالب إيهاب أشرف صاحب الجثة المقسومة إلى نصين. من حوالي كام يوم أعزائي المشاهدين كان الفيسبوك والواتساب وكل وسائل التواصل الاجتماعي والإنستجرام وغيرها من مواقع السوشيال ميديا مليانة بوستات تحت هاشتاج مش هدفن ابني على مرتين وفين باقي جثة إيهاب وغيرها من الهاشتاجات الغريبة اللي لما بتفتحها كنت بتلاقيها بتتكلم عن مأساة بالمعنى الحرفي. والمأساة دي أعزائي المشاهدين كانت بدايتها الطالب إيهاب اللي في أولى ثانوي اللي كان في اليوم ده رايح ياخد درس. والدته وهو في الطريق اتصلت اطمنت عليه وقالت له ما تتأخرش يا إيهاب علشان تلحق الفطار، انت صايم يا حبيبي، يوم روتيني عادي جدا مش كده. لحد كده ولحد دلوقتي أيوة، لما كان إيهاب اتأخر عن ميعاد رجوعه البيت وكمان تليفونه اتقفل وكمان بعدها بشوية نمرة غريبة اتصلت على موبايل الأب وطلبت منه فدية 100,000 جنيه مقابل ان هو ابنه اللي خاطفينه يرجع لهم. من هنا كانت بداية أبشع جريمة ممكن يرتكبها إنسان. الأب افتكر وقتها اكمنه تاجر أجهزة كهربائية ومعروف عنه إنه في ناس كتير جدا طمعانة في قرشين يخطفوا ابنه عشان الفلوس، واللي بالفعل أعزائي المشاهدين جهزها حسب المطلوب واستنى حد من الخاطفين إيهاب يتصلوا عليه. يوم التاني مفيش. طب ايه الكلام؟ طب ايه اللي بيحصل؟ راح فورا على اسم الشرطة. طب ايه يعني مش عايزين الفلوس؟ ولا يا ترى إيهاب حصل لحاجة؟ أسئلة كتير جدا كانت بتدور في دماغ والد إيهاب أشرف ووالدته، ولحظات من القلق كأنها بتمر عليهم من قسوتها كأنها سنين مش أيام من غير ما يطمنوا أو يظهر أي أمل في عودة ابنهم ليهم حتى بعد ما بلغوا البوليس عن اختفائه. مع الأسف المباحث ما قدرتش وتوصل لوقتها لأي خيط في قضية اختفاء إيهاب، لحد ما في يوم بيلاقي صاحب أحد الغيطان القريبة من المنطقة في الأرض الزراعية بتاعته شوال متغرق دم. والحقيقة من كتر الرعب اللي كان فيه الراجل بينادي على حد يفتحه، واللي بيلاقي فيه نص سفلي لجثة. ولأن إيهاب هو آخر شاب اختفى من المنطقة ولأن النصف السفلي كمان يبدو أنه لذكر وشاب، تم استدعاء الأب والعم للمشرحة للتعرف على الجثة. الحقيقة أعزائي المشاهدين الأب ما قدرش فعلا يتعرف على ان ده ابنه ولا لا، لانه لا يمكن ده عشان طبعا التضارب في المشاعر اللي جواه في ان عنده امل انه ابنه يكون لسه عايش ما يكونش هو ده. العم هو اللي قدر يتعرف عليه وقال انه هو إيهاب ابن اخويا، ولما البوليس سألوا عرفت منين قال لهم ده نص التاني من لحمي ازاي مش هعرفه. كلام صعب جدا وقسوته صعبة جدا، وعلى الرغم من ان مصير إيهاب على الاقل اتحدد الى ان قضية إيهاب دخلت في منعطف تاني خلاها اكتر غموض وتعقدا، وده لان النصف التاني بتاع إيهاب الفؤاني ما كانش موجود، كانت المباحث بتبحث عليه. وبنشكر كل رجال المباحث انهم عصروا على الكلام ده. ومش بس كده أعزائي المشاهدين، كمان لسه مفيش أي كلام عن معرفة مين اللي عمل كده في إيهاب. وكل ده أعزائي المشاهدين كمان يعني عاوز أقول لحضراتكم كفيل بإطلاق هاشتاكات وعاوز أقول لحضراتكم وسائل استغاثة لكل المسؤولين على السوشيال ميديا، يعني من كل عيلة إيهاب ومعارفه وأهله والمنطقة اللي ساكن فيها والمتعاطفين كمان مع حكايته كمان، وطلبوا فيها بسرعة إيجاد النص الفؤاني لجثة إيهاب
وسرعة القبض على الجناه الحقيقيين اللي ارتكبوا هذه الجريمة. وده رأفة بحال أهله اللي مش بس ابنهم مات، ده ابن ومات وصايم في عز شبابه، لا ده كمان مش لاقيين بقية جثته ولا عارفين مين اللي قتله. وأخيرا أعزائي المشاهدين، القدر بينصف أهل إيهاب بإيجاد النص التاني. أهل إيهاب يعني لقوا الجثة ولقوا النص الأعلى من جثته في أحد الترع في شوال. تخيل عزيزي المشاهد الشوال ده إيه قصته؟ وقتها أمرت النيابة بتشييع الجثمان وسط حزن أهالي مش بس القرية اللي ساكنين فيها إيهاب وأسرته، لا كمان باقي القرى المجاورة ليها في محافظة الدقهلية. وده بعد ما أثارت الجريمة كافة تفاصيلها المروعة دي خوف وقلق كتير جدا من الأهالي على أولادهم وأسرهم. ما يعني عاوز أقول لحضراتكم، وطلبوا أثناء الجنازة والعزاء بضرورة القبض على اللي عمل الجريمة دي في أسرع وقت. والقدر بيكشف يعني لينا شيء غريب جدا، وده علشان يرجع الهدوء والأمن تاني للقرية أو المنطقة. ومع تكثيف الجهود لأجهزة الأمن والمباحث وتحرياتها ومجهود كان صراحة جبار جدا مستمر على مدار 9 أيام من الواقعة وملابسات الجريمة الطالب إيهاب، بتنجح الشرطة بعد 9 أيام من التعرف على مرتكب جريمة إيهاب من تحديد هوية القتلة والقبض عليهم كمان. المفاجأة أعزائي المشاهدين هي دي الكارثة اللي أنا نفسي اتفاجئت واستغربت مين هو اللي قتل إيهاب، وده لأنه آخر شخص كان ممكن أي حد يشك فيه. أهل إيهاب نفسهم ما كانوش مصدقين إن ده ممكن يعمل كده. أهل إيهاب أو أي حد كان متابع القضية دي، خصوصا بعد ما نشر بوست على صفحته على الفيسبوك بينعي فيه ويبين قد إيه هو حزين وقد إيه هو حزين على فقدان إيهاب. القاتل يا جماعة هو للأسف مدرس الفيزياء اللي كان رايح إيهاب ياخد عنده درس. ما تستغربوش أعزائي المشاهدين من ان ازاي المعلم الفاضل اللي هو المفروض بمثابة الاخ الاكبر والقدوة لاي طالب ممكن يرتكب جريمة بشعة زي دي اثناء ما بيديله الدرس. لك ان تتخيل عزيزي المشاهد الالم والحسرة وفقدان الثقة، يعني درس خصوصي وهو بيديله درس الخصوصي. وما تستغربوش كمان تصرف المدرس ده لما عمل كده، نزل منشور تعزية كبير جدا في صورة الطالب، خد صورة الطالب ونزل عليه التعزية اللي قتله وبيقول فيها انه في غاية الأسى والقهر لمقتل تلميذه النجيب. في الواقع ده أسوأ وأخطر جزء في القضية، ان الشخص ان المفروض انه بيخاف عليك وانك في أمان عنده هو ده اللي يغدر بيك ويأذيك. مدرس الفيزياء اللي سنه حوالي 26 سنة يعني أكبر من إيهاب تقريبا يعتبر بعشر سنين، برر جريمته بإيه أعزائي المشاهدين بعد ما تصلى على النبي وتضغط على اللايك وتشرفنا حضرتك بالاشتراك؟ برر جريمته الشنيعة دي بإنه كان في ضائقة مالية اضطرته بمساعدة يعني حد من قرايبه النجار انهم يخطفوا إيهاب اثناء ما بياخد عند الاولاني الدرس. بعدها بيتصلوا بوالده ويطلبوا منه فدية، بس طبعا الخوف سيد الموقف، الجبن طبعا من ان الطالب يقر عليهم او يعترف عليهم. بمجرد ما يرجع لاهله قرروا في البداية انهم يقتلوه ويقطعوه جثته بالمنظر البشع ده علشان تختفي معالم الجريمة تماما، ومحدش يقدر او يعرف يوصل لهم من خلال اي دليل على الجثة. وعلى فكرة يا جماعة المدرس كمان كان ناوي يكمل ابتزازه عادي جدا في طلب الفدية وياخدها
وإيهاب أصلا مقتول. اللي منعه من إعادة الاتصال بأهل الضحية مرة تانية حسب أقواله في بداية ما اتقبض عليه كان التواجد الأمني المكثف في المنطقة اللي ظهر بعد ما أهل إيهاب بلغوا البوليس. فخاف، خاف من أي تواصل أو اتصال يوقعه في المحظور ويخليه يكتشف قدام البوليس بسهولة. بس لأن أي مجرم مهما كان ذكي فربنا سبحانه وتعالى مطلع، وحتى لو كان مدرس فيزياء وعمل خطة جريمة عبقرية زي دي ما تخرش المي، لازم برضو يسيب وراه دليل يكشفه. والدليل هنا أعزائي المشاهدين كان جزء من قماشة من الخيش في أوضة المدرس بتاعته، موجودة وفيها دم إيهاب تم اكتشافها من بقية الطلاب اللي بياخدوا عنده درس، ودخل الأوضة بعد ما خلص الجريمة بتاعته. والقماشة دي أعزائي المشاهدين هي دي نفسها اللي كانت موجودة مع أحد أجزاء جثة إيهاب، حتى كمان إن القطع اللي فيها الحواف بتاعتها متطابقة مع القطعة التانية اللي كان فيها إيهاب في جثته اللي في القماشة الموجودة مع الجثة. وطبعا عاوز اقول لكم كان سهل جدا على المباحث كمان بعد كل العلامات دي انهم يبدأوا فعلا يعملوا تحليل من خلال الطب الشرعي ويكشفوا ان الدم اللي على القماشة في الأوضة دي هو دم إيهاب، ويتقبض على المدرس ويتقبض على شريكه. وانتظروها ان شاء الله كمان في تقرير الطب الشرعي المهم جدا اللي هيظهر خلال ساعات. وبيبدأ المدرس فعلا بيعترف بجريمته بالشكل اللي احنا شفناه ده. والد إيهاب بعد القبض على القتلة أعلن لكل الناس وكل الصحافة انه في انتظار كلمة القضاء المصري العادل اللي هيقتص بيها حقه من الجناه دول لصالح ابنه اللي اتقتل غدر من غير أي ذنب غير الطمع القتلة دول وجشعهم وحبهم للمال اللي مستعدين يعني يجيبوه بأي طريقة حتى لو كانت الطريقة دي ارتكاب أفظع الجرائم. وحقيقة أنا كمان هنا من الفيديو ده بضم صوتي وحضراتكم بتسمعوني تضم صوتكم معايا، ولازم حضراتكم تتفاعلوا معايا في لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتعملوا تعليق عشان صوتنا وصوت حضراتكم وصوت والد إيهاب يوصل بضرورة كبيرة جدا للمحكمة للقتلة في أسرع وقت بالحكم عليهم، وأنهم ياخدوا كمان أقصى عقوبة ممكنة وهي الإعدام، وده علشان كمان يكونوا عبرة لأي حد ممكن تسول له نفسه أن يقتل ظلم إنسان بريء. حد هنا وأشوفكم بخير في الحلقة اللي جاية بإذن الله، وبتمنى من حضراتكم دعمنا بلايك وشير وسبسكرايب وتتابعونا على الفيسبوك وعلى اليوتيوب وكل متابعينا في كل مكان. كان معاكم أنا أحمد الحكيم وأشوفكم بخير. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.